من أسرار الصوم ومن مقاصده أن فيه تصفية القلب والفكر للذكر. قالوا فإن خلو البطن من الشراب والطعام يوجب رقة القلب ويخليه للذكر والفكر. وأحسب أن هذا أمرا مشاهدا محسوسا، لا سيما يعني بعد العصر، بعد العصر في شهر رمضان، فإن المرء يشعر بنشاط للذكر وللتسبيح ولقراءة القرآن لا يجدها إذا لم يكن صائما. هذا أمر مشاهد وملاحظ، وكل ذلك بسبب خلو بطنه من الطعام والشراب. وصدقوا حين قال فإن هذا يوجب رقة في القلب وتخلية للذكر والفكر.